بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأداة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي أداة هاتشفول التابعة لموقع أو منصة شوبيفاي دوت كوم. منصة شوبيفاي دوت كوم للي ما يعرفهاش هي منصة بتشتغل في التسويق الإلكتروني عن طريق نظام الدروب شيبينج. وطبعا أنا ما بقدرش أتكلم عن أي منصة بتتكلم عن الدروب شيبينج أو بتتعامل بيه لأن في شبهة حرمانية في هذا النظام. إحنا بس هنستفيد من الأداة دي أو من الموقع اللي هو هاتشفول إن إحنا نقدر نصمم لوجو، واللوجو ده يتناسب مع كتير جدا من وسائل التواصل الاجتماعي. يعني حضرتك مش هتبقى محتاج انك انت تعدل المقاسات، هتاخد اللوجو بتاعك جاهز تقدر تحطه على طول مباشره على الفيسبوك او على تويتر او على انستجرام او على لينكد ان. حاجات كتير جدا هتاخدها حزمه كده، هتاخدها على بعضها حوالي 10 لوجوهات او 10 تصاميم ينفعوا انك انت تستخدمهم في اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي اللي هيعرضها علينا الموقع دلوقتي. ازاي نبدأ في التصميم على الموقع؟ انت مش محتاج تسجل دخول في اول ما تدخل الموقع او تتعامل معاه، انت على طول هتضغط على Get Started عشان تبدأ في صناعة اللوجو بتاعك. بيجيب لك مجموعة زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، مجموعة من الاختيارات تقدر انك انت تختار اللوجو بتاعك بيتكلم عن ايه بالظبط. يعني بيتكلم عن الاكل، بيتكلم عن الرياضة، عن الصحة، عن التيتشر، التدريس، ارت، زي ما احنا شايفين كده حاجات كتير جدا، حيوانات، اطفال. تقدر انك انت تختار من كل هذه المجالات. انا هختار مثلا اقول له السبورتس، انا مختار مثلا لوجو هيتكلم او اللوجو عن محل الادوات الرياضيه. بعد ما تضغط عليها كده بيزرق المربع، بتضغط على بعد كده على كلمه نيكست موجوده تحت. بعد ما تضغط على نيكست بيجيب لك بقى انت عايز شكل اللوجو بتاعك يكون كلاسيك ولا كالم ولا بولد. زي ما احنا شايفين حاجات كتير جدا تقدر انك انت تختار منها، سترونج، كرييتيف. هي غالبا ما بتفرقش، يعني انا حاولت اختار من اختيارين وبيطلعوا برضو تقريبا نفس اللوجوهات. هو بيجيب لك مجموعه كبيره جدا من اللوجوهات تختار ما بينها، فانا مثلا اقول له كرييتيف اي اختيار وبعد كده بتضغط نيكست. هنا بقى بيقول لك انت حابب البيزنس بتاعك نيم يكون ايه. انا طبعا عشان كنت مجرب قبل ما ابدا التسجيل فكلمه بي سترونج هو بيعمل تعبئه تلقائيه، همسحها وهمسح برضو كلمه جيم. هكتب بقى هنا اللي انا عايزه، يعني مثلا حابب ان انا اشتغل مثلا محل تنس، فاكتب مثلا كلمه تنس تي اي ان ان اي اس. طيب تحت بقى هنا المجال بتاع المحل بتاعك او البيزنس بتاعك هيبقى مجال، يعني هيبقى ايه بالظبط، ايه يعني التنس، يعني بتبيع ادوات رياضيه، بتدرب، بتعمل ايه. فانا مثلا هقول لا ده تنس شوب، يعني محل ادوات رياضيه تي اي ان ان اي اس مختص في مجال التنس اس اتش او بي. وبعد كده بتضغط كلمه نيكست. بعد ما بتضغط كلمه نيكست بعد كده بيجي لك بقى هنا انت عايز تستخدم اللوجو بتاعك فين، هتستخدمه على الاونلاين ستور ولا على السوشيال ميديا ولا برنت، هتستخدمه فين بالظبط، بيزنس كارد، هتستخدمه في ايه بالظبط عشان يجيب لك المقاس بتاعه. انا مثلا لو اخترت الاونلاين على طول هيروح جايب لك مجموعه من المقاسات اللي تتناسب مع الاونلاين. تقدر تختار اكتر من اختيار زي ما احنا شايفين عشان يجيب لك كل المقاسات اللي انت عايزها. طبعا بيهمني جدا السوشيال ميديا، يعني لو حضرتك حابب انك انت تصمم مثلا تصميم عشان يكون تصميم واحد على كل وسائل التواصل الاجتماعي وعلى كل حساباتك على السوشيال ميديا، لو انت مثلا عندك محل، عندك تجاره معينه، شغال تسويق الكتروني فشغال على كذا موقع، مشغال مثلا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تويتر وعلى لينكد ان، تقدر انك انت تاخد المقاسات جاهزه على طول، مش هتحتاج انك انت تروح تعدل المقاسات على برنامج الستريتور او برنامج الفوتوشوب. تقدر انك انت تاخد اللوجو بكل هذه المقاسات، بعد كده تضغط كلمه نيكست. هنا بيقول لك بقى ده اللوجو او اللوجوهات المتاحه اللي تقدر انك انت تستخدمها. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي جاب لنا مجموعه من اللوجوهات. هو طبعا اللوجوهات دي كلها تقريبا ثابته في كل الحاجات اللي هي الرياضيه، يعني هو جايب لك مجموعه لوجوهات تنفع لكل الحاجات او الايقونات الرياضيه. فانا طبعا هختار اللي موجود دلوقتي قدامنا اللي فيه مضرب، اقول له ايديت لوجو. زي ما احنا شايفين جاب لك اللوجو، تقدر انك انت تعدل كلمه تنس، تقدر تشيلها وتكتب كلمه تانية، تقدر تعدل الفونت لو انت مش عاجبك الفونت بقى هنا تقدر تختار فونت اخر، يعني مثلا هنا كده ده بيجيب لك فونتات تانية، نقدر مثلا نختار ده بيعدله على طول. زي ما احنا شايفين كده تعدل الفونت بتاعنا، تقدر تغير الالوان تخليه اخضر اسود، ففي الوان كويسه جدا تقدر انك انت تختار منها. وهيجيب لك بقى هو الميزه اللي هتنزل عندنا على الميل بتاعنا الجيميل، هيبعت لنا على الجيميل حزمه التصاميم اللي هيبعتها لنا، هي دي بقى الميزه اللي موجوده في الموقع. وتقدر تغير الايكون، يعني تشيل مضرب التنس ده وتحط ايكون ثانيه. اللي اوت زي ما احنا شايفين تقدر تغير اللون. انا هضغط بعد كده نيكست، خلاص عجبني الشكل ده اضغط نيكست. وبعد كده هنا تضغط داونلود.
هنا بيطلب بقى منك تسجيل الدخول. فانا طبعا اسجل الدخول زي ما احنا شايفين كده دلوقتي بالحساب بتاعي وبعد كده الباسورد. بمجرد ما دخلنا على طول وعملنا تسجيل الدخول على طول بيقول لي ان هو بعت لي على طول دلوقتي الحزمة التصاميم على طول على الجيميل بتاعي اللي هو تجارب خالد الجيميل دوت كوم. هنروح بقى على الجيميل نشوف البريد الوارد، نعمل تحديث كده للبريد، هنلاقي على طول هنا شوبيفاي بعت لنا زي ما احنا شايفين كده. لو ضغطنا عليه نقدر نعمل داونلود للملف بتاعنا. لو ضغطنا كده عليه بدأ فيه التنزيل على طول مباشرة. نفتحه بقى. دي كده كل التصاميم اللي هو عملها لنا. هنا فيسبوك كفر، فيسبوك كفر تاني، هنا فيسبوك بروفايل، انستجرام بروفايل، لينكد ان، كل التصاميم زي ما احنا شايفين كده دلوقتي نقدر ان احنا نختار اي واحد فيهم. لو خدنا مثلا الفيسبوك كفر تاني واحدة دي ورحنا بيها على برنامج الستريتور، حابين ان احنا نستخدم هذا الايقونة او هذه اللوجو، هذا اللوجو نقدر نستخدمه ازاي؟ طبعا هو دلوقتي ده مقاس الفيسبوك كفر، يعني حضرتك خدته على الفيسبوك على طول هتلاقيه المقاس مناسب جدا للفيسبوك. لو حابب بقى انك انت تستخدم اللوجو ده في اي حاجة تانية بخلاف غلاف الفيسبوك، حابب انك انت بس تاخد اللوجو اللي موجود دلوقتي التنس والمضرب والدايرة والكلام ده كله، تقدر انك انت تيجي على الايمج تريس زي ما احنا شايفين كده، بنضغط على الصورة وبيجي على الايمج تريس وبعد كده بنختار 16 كلر. بيبدأ هو الستريتور في فك الصورة عشان يقدر ان هو يعمل لنا لايرز نقدر ان احنا نستخدمها بعد كده، وبعد كده بنضغط على اكسباند. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي خلاص بقت لايرز نقدر ان احنا نتعامل معاها زيها زي اي حاجة بالظبط على برنامج الستريتور. لو نزلنا كده تحت عشان نشوف الخلفية فين، احنا عايزين نشيل الخلفية مثلا، كده شيلنا الخلفية، حابين ان احنا نشيل الخلفية اللي هي الموجودة داخل اللي هي برضو اللي هي اللون الفراني ده او الاسود الفاتح، نقدر ان احنا نيجي هنا كده على اللون ده ونشيله، ونقدر بعد كده نستخدم اللوجو زي ما احنا عايزين. طبعا كل حرف من دول بقى دلوقتي لوحده خلاص نقدر ان احنا نعمل له انجروب. لو شلنا مثلا الخلفيه دي كده خلاص نقدر ناخد حرف الاس لوحده، نعمل اي شغل عايزينه، حرف الاي، ناخد مضرب التنس، نقدر نستخدم اللوجو زي ما احنا عايزين، ونقدر نزود او نغير الوان الخلفيات زي ما احنا حابين على برنامج الستريتور. دلوقتي طبعا ده بيغير لنا المضرب وكلمه تنس. نقدر ان احنا نستخدم اللوجو زي ما احنا حابين على برنامج الستريتور بدون اي مشاكل. طبعا الاهم من كده انك انت خدت فكره اللوجو، ده اهميه الموقع بالنسبه لي، ان انا باخد فكره اللوجو. بيديك افكار كتير جدا للوجوهات كتير تقدر انك انت تصممها بعد كده على اي برنامج من برامج تصاميم اللوجوهات. اتمنى فيديو النهارده يكون افادكم ويكون فيديو خفيف كده واداه خفيفه اتكلمنا عليها نقدر نصمم بيها لوجوهات. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.